هذه هو هذه نتورك صار بيج صار شنو هذه هذه نتورك ديفلوبمنت جرو نتورك ديفلوبمنت جرو هذا قريب ومنظمه تسوي مناهج احد مناهجها تبع سيسكو عندها تبع لينكس عندها اكثر من كورس حق اللينكس اللينكس الاول يسموه لينكس اسينشال وعندهم كورس بعده اسمه لينكس 2 الكلية والشباب اللي بالكلية اختاروا انهم يدرسون لينكس اسينشال في هذه المعرفة من وجهة نظري ان هذه المادة جميلة لعدة اسباب السبب الاول الماتيريال حقها واضح ومرتب بشكل جميل الشيء الثاني المميز في هذه المادة اللي هو التتلاب التتلاب هذا عبارة عن يشبهون شوية اللي هو المحاكاة حقت اللينكس الكومن لاين مات اللينكس وهذا يعطينا مجال التدريب واسع من غير ما نسوي انستليشن ونسوي نتحرك معه اتصور ان التتلاب ممكن الوصول الى حتى من برا سيسكو اتوقع ان في يمكن ابلكيشن او شيء لسه ما بعرف عنه لكن فعلا هو حاجه كويسه تعطيك انفايرمنت انك انت تشتغل من غير ما تسوي انستليشن او يصير انت محجوز على جهاز معين هذا شيء جميل فالنتلاب كويس وشهاده اللينكس كويسه والماتيريال سهل في الشباط الاولى وتسلسل الماتيريال بعد صاير نوع من السلاسه والشيء الجميل بعد ان التمارين النظريه والتمارين العمليه موجوده وبكثره في هذا المعنى تقدرون تتمرنوا عليها يعني انا اتصور ان عنده اللي عنده المادتين هذا السمستر بيكونوا مثلكم راح يكونوا يعني بيقدموا اداء كويس في المادتين راح يقدموا اداء كويس في المادتين لان المادتين قاعد يكملون بعض فانت اذا دخلت في جو لينكس فانا انصحه بالشده من الان انا بالنسبه لي كمدرس للماده هذه اول مره درست لينكس في الكليه السمستر الماضي كبداية كان يعني لينكس من زمان ما تعاملت معاه من 10 سنوات ما تعاملت مع لينكس فكان في ردة لكن من دخلت على جو لينكس صار الموضوع كويس وصار ما تسوي تمارين وتسوي تجارب وأنا شنو دائما أنصح فيه إحنا الآن ما إحنا في عصر المعلومة المجهولة المعلومة صارت متاحة أنا الحين والله أستاذ زكي اليوم شرح وأنا ما فهمت عليه كيف بسيطة تروح على اليوتيوب تحصل شروحات للمعنى اللي قاعد يتكلم عليه بالهبل التوتوريالز موجودة في شرح المعلومة فأنا أقترح وبشدة موضوع التدريب يعني النتلاب هذا استغله وسوي التمارين الموجودة فيه مثل ما طلعنا الأسبوع الماضي أول شابترين ثلاثة عبارة عن شيء مشترك في المادتين في أشياء مشتركة في المادتين موجودة في أول شابترين ثلاثة لكن من بعد الشابتر الثالث الرابع ندخل في أشياء خاصة بالمادة هذه اللي تتكلم على لينكس بشكل خاص زين هنا شوف التلفيت هنا شوف هنا ايش قاعد يتكلم هذا الشابتر الاول انتروداكشن تو لينكس هذا الكلام مهم في شابتر 1 اغلبها حتى لو دخلت على هذا الشابتر انت تاخذ المعلومات الموجوده فيه راح تلقاه يعني الدراسه من هذا المنهج سهله جدا ليش طلع؟ طب نصور بعدين جاست ا سكند اوكي شوف شابتر 1 مثلا عباره عن 5 سكشنز اذا عباره عن شابتر واحد مقسم الى 5 اقسام لو تضغط على اي واحد منهم راح يعطيك المعلومات الموجوده فيه بشكل مبسط وسهل الوصول له وسهل مراجعته معنى هو نفس اللي يسوي نوري الحين نعم شوي نسكن بس
هو يعني احنا هذا الشابتر كل السكشنز الموجوده فيه هذا موجوده. الشابتر 1 مثلا من ابسط الشباتر قاعد يتكلم على اللينكس انه موجود في كل العالم يستخدمونه في كل المجالات. شابتر 2 يتكلم عن الكيرنر اللي احنا غطينا موضوعه اصلا في الماده الثانيه وش هو الكيرنر، وهنا قاعد يجيب تعريفه حرفيا للموضوع هذا. الشابتر 3 يتكلم عن الاوبن سورس، وش الاوبن سورس؟ وش يعني مفتوح المصدر؟ ويتكلم عن ديستريبيوشن الموزعين حق لينكس. انتروداكشن هذه معلومات كمعلومات، بعدين يتكلم على السي ال اي اللي هو الكوماند لاين الموجوده في لينكس اللي هي طريقه كتابه الاوامر. هذا شابتر 1. شابتر جميل عباره عن مقدمه بسيطه حق لينكس. زين لو نروح على شابتر 2 احنا نشوف وش فيه. شابتر 2 يتكلم على الاوبريتنج سيستم. برضه شوف هنا بس الماتيريال الموجوده فيه اللي هو اللي يغطيها شابتر 2. الشيء الجميل يا شباب في هذا الموضوع انه شنو؟ ان كل شابتر فيه عليه اكزام، وهذا الاكزام بسيط جدا واصلا اجوبته موجوده في الانترنت. كانت تاخذ كورسات سيسكو عاده الفاينل اكزام او الشابتر اكزام ما تغيرها لانها عباره عن ريفيو للشابتر هذا. فانت لو كتبت وطلع شابتر 2 اكزام من اليوتيوب او من جوجل راح تحصل الاجابات حقتها، لان اصلا سيسكو ما تسويها كحاجه تغير فيها لانها عباره عن مراجعه للشابتر هذا. انزين فهنا قاعد نتكلم عن نظام التشغيل وانظمه التشغيل واللايف سايكل، وهذا كان تكلمنا عنه احنا سابقا. ويتكلم هنا في مقارنه بين مايكروسوفت ويندوز والابل واللينكس، شو الفرق بين ذولي الاوبريتنج سيستم؟ اوكي شو الفرق بين اللينكس والويندوز؟ انزين يقول لك الويندوز يختلف عن الابل واللينكس انه هو الوحيد المكتوب بلغه تختلف عن اليونكس. اوكي الويندوز مكتوب باي لغه؟ من يعرف؟ اتوقع من لغه السي. السي الويندوز مكتوب بالسي. انزين هي اللغه الموجوده فيه، لكن الاوامر الموجوده في الابل والشغله هذه كلها يتعاملون مع نظام اسمه يونكس سيرتيفيكيشن. في تشابه بين الابل واللينكس. من يعرف وش اللغه المكتوب فيها الابل؟ مو لينكس، مكتوب بلغة اسمها يونكس. سمعتوا عن يونكس؟ يعني عن مراجعة سريعة. يونكس النظام القديم. في عندنا شيء اسمه لينكس، في عندنا شيء اسمه يونكس. يونكس النظام القديم من لينكس. كان تعبير أفضل للمصطلح هذا. اليونكس هو اللغة التي تولد منها لينكس. اليونكس انشئ منه الأبل، نظام الأبل اللي هو الآي أو إس. مال شركة أبل. سووا نظامهم من اليونكس وهو مقلب. نظام الأبل مقلب، مو مفتوح للناس عدل فيه. لكن اللينكس تولد بلغة اليونكس وصار نظام مفتوح. زين هنا حتى مكتوب هذا الكلام، موجود هنا في الكلام هذا، كيف تولدت لغة اللينكس؟ هنا قاعد يتكلم على التقسيمات مالت اللينكس، ونفس الكلام اللي احنا مرينا عليه قبل شوي. هنا ايش قاعد يقول؟ موزعين اللينكس قسمهم الى اربع مجموعات. مجموعة الريد هات، وينضم تحت الريد هات صاحبنا اللي هو السنتوس والفدورا. اوكي. اوكي الريد هات تفرع منه السنتوس والفدورا ومجموعة ثانية، اوكي؟ في عندنا مجموعة الديباي تطلع من الابونتو، اوكي؟ وسوى هو مجموعة ثالثة اللي هي مجموعة شنو؟ مجموعة أنظمة التشغيل المخصصة اللي هي الاندرويد. سمعتوا عن الاندرويد؟ تعرفون الاندرويد؟ الاندرويد اللي هو موجود فيه الهواتف. انتم تعرفون
ان الدروين عباره عن نظام مفتوح صحيح صح فهو ماشي تحت نفس المظله. اللهم الفرق بين الدروين مش نظام لينكس كامل، نظام لينكس مخصص للهواتف معدل عليه، مو معدل مخصص بس لما معدلين على طبعا هو عدلوا عليها بناء على شنو؟ على احتياجهم عشان يشتغلوا على هواتف وعلى الكمبيوترات اللوحيه، يعني مش ما تقدر تسوي في نفس اللي تسويه في الابونتو او غيره. وفي عائله ثالثه اللي هي هذه للشعر احنا مر علينا شفناها اكثر من مره من قبل، هذه مع العائله الثالثه من عوائل موزعين اللينكس. وهنا في تعريف بسيط حق العوائل هذه، عائله الريد هات زين وعائله السوسي، اتوقع هذا السوسي سوسي اتوقع ما ادري اوكي، هذه عائله ثانيه زين. هذا يقول لك اوجين ديفيرت فروم ستيك وير وفيرست كومبلكس لينكس It has many similarities to Red Hat. The original company was purchased in كذا كذا كذا. Okay, this is how Red Hat works. The wire source in Linux enterprise contained the reverted screw and sold as a server product. Open source is completely open, free version of the system packages. هنا الديباي هذا طلع منها Ubuntu. وهنا عندنا Android اللي هي مخصصة لأنظمة التشغيل. في عندها رسبي، سمعت عن رسبي؟ ايه ما رايك بالرسبي؟ وش الرسبي؟ فيها الصغير اللي هو حق صوفين اللي هو العاب كانت زي حاجه يعني يقدر يبرمجوا عليه ويشتغلوا عليه. حلو، برضه هو نظام لينكس مخصص، برضه مخصص يكون جهاز صغيرون يجونه تقدر تسوي تبرمجه يعطيك شويه تخصيص من اللينكس، ما يعطيك صلاحيه كبيره. الريسبيري هذا كمبيوتر صغير تقدر تسوي منه اشياء كثيره، وانا امثل عليه او يشبه هو لحد ما نظام ال في عندنا نظام حق ال 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 انترنت ثينجز شو اسمه؟ الريسبيري يشبه ال هو كمبيوتر طبعا كمبيوتر تقدر تبرمج عليه كثير من الشباب تستخدمه، بعض الشباب سووا عليه بروجكتات جميلة جدا زي ممكن تستخدمه انت مثل الاردوينو يشبه الاردوينو، لكن الاردوينو لو جيت تقارنه هو عبارة عن انبوت اوت بوت الرزبري اكبر يصير في عندك كمبيوتر كامل. في بعض المشاريع الناس تسويها على الرزبري وناس تسويها على الاردوينو اوكي. هذا شابتر 2 برضه بسيط وجميل يتكلم على هذا يتكلم على الأنظمة المتخصصة للمعدات الموجودة في السمارت تي في. يكون عندنا نظام مخصص. أوكي. هنا شابتر 3 يتكلم في الجد. شابتر 3 يتكلم على التعامل مع اللينكس، هذا شابتر محترم. هذا شابتر محترم طويل شوية وفي تفاصيل. لو لاحظت قبل شوي شابتر 1 وشابتر 2 كان عبارة عن الماتيريال حقهم صغير، لأن كان بس عبارة عن إنترودكشن. شابتر 3 يبتدي يتكلم على التعامل مع لينكس، وهنا تبتدي الأوامر، ومن تبتدي الأوامر نبتدي نستخدم الأبليكيشن تحكم اللي هو شو اسمه النت لاب كيف نتعامل مع لينكس ونشتغل معه. بس في مشكلة عجيبة كثير إذا صرت ترجع للبداية. شابتر 3 يتكلم على working in Linux، التعامل مع Linux. انا اعيد وازيد الماده هذه اللي يتقن الماده اللي قبلها اللي بالنسبه لها تعتبر piece of cake. هذه الماده تتكلم عن الف باء اللي احنا غطيناه في شابتر 1 و 4. راح يكون جزء من الماده هذه عباره عن الماده هذه كلها. وانا اعيد وازيد. عشان تكون متمرس في المادة هذه you have to practice. كل ما تعودت أكثر على أوامر اللينكس والتعامل معها كل ما كان شغلك إن شاء الله يكون أسهل في المراحل الجاية. هذا الشابتر يتكلم عن working in Linux وظيفته ما أدري ليش. وهذا الشابتر فيه إكزام. شوف لو لاحظتوا هنا فيه إكزام، في كل شابتر فيه إكزام. شابتر 1 ما فيه إكزام، شابتر 2
شابتر 3 فيه الإكزامز، وهرت إن شاء الله مع أستاذ علي رمضان متى نفتح الإكزامز عشان تشتغلوا عليه. هنا قاعد يتكلم على شلون انت تسوي نيفيجيتنج ان ذا لينكس ديسك توب. في البدايه يتكلم على لينكس ديسك توب كيف تتنقل في شاشات لينكس ديسك توب على الجوي. طبعا ديسك توب عاده يكون جرافيكس يونت انترفيس ما يكون بالكوماند لاين. فهنا قاعد يتكلم في البدايه شلون تتنقل في الجوي حق لينكس، فيتكلم على التطبيقات الموجوده مع لينكس. طبعا اللينكس يا شباب يحاول انه يكون نظام تشغيل متكامل يحتوي على جميع التطبيقات اللي يحتاجها اي انسان في العمل. يعني احنا في الويندوز عندنا وورد، الوورد يشتغل على تطبيق الويندوز على الويندوز سيستم مال الويندوز. الهدف منه شنو؟ تحرير النصوص. انزين اللينكس عندهم ابلكيشن يؤدي الى تحرير النصوص اللهم على بيئه اللينكس. الاكسل مثلا غير من البرامج هذه كلها موجوده عندك لها بدائل في عالم اللينكس. زي فين قاعد يتكلم انه في عندنا سيرفر ابلكيشن، التطبيقات الخاصه بالسيرفرز موجوده على اللينكس. وهذا الكلام اللي بيكون في مادتنا الثانيه. احنا في مادتنا الثانيه راح نتكلم على اللينكس على سيرفر. في هذه المادة لا، يتكلم على جهتين، على السيرفر وعلى الديسكتوب. وفي عندنا ديسكتوب ابلكيشن ويب براوزرز تكست اديتور ميوزك بلاير ان اذر ابلكيشن. وفي عندنا تولز نستخدمها عشان نستخدم الديسكتوب. هنا قاعد يحط تقديم السيرفر ابلكيشن الويب سيرفر برايفت كلاود سيرفر داتابيس سيرفر ايميل سيرفر. شوف هنا اللي فيكم يعرف في الويندوز وش الايميل سيرفر بروتوكول. في عندنا كذا بروتوكول، في عندنا البوب وفي عندنا الاي ام دي بي. هذا بروتوكولز. البروتوكولز ما لها علاقه لا بويندوز ولا بلينكس. هذه انظمه نتورك تشتغل على كل أنظمة ما لها علاقة، فلا تتوقع أنك تحصل DNS، أوكي، Network File System، NFS، وهذه مجموعة من DHCP، شيء طبيعي لأن DHCP في الموضوع الأساس. هنا قاعد يتكلم عن Desktop Applications مثل الإيميل ومثل الـ Creative for the Creative Type Vendor. images audio. هذا برضو برامج زي الاكسل. في عندنا ليبارا اوفيس رايتر، هذا برنامج اللي يشتغل بدل المايكروسوفت اكسل. عندنا اكسل ويب براوزر، عندهم موزيلا فايرفوكس وجوجل كروم برضو يشتغل على لينكس. وهذه كلها معلومات نظريه. كونسول تولز الشيلز اللي هو زي في تكست اديتورز. هذه اسماء الشركات اللي تستخدم في الباكج مانجمنت. اوكي لحظه هنا بس على الباكج مانجمنت، عاده تحديثات اللينكس يكون عباره عن باكج. احنا عندنا في العربي في الويندوز في شيء يسمونه حزم بيانات، حزم تطويرية أو حزم أمنية تنزل كتطوير للويندوز. برضو في اللينكس موجودة في حزم زي هذه، كل فترة وثانية ينزلون حزمة. الحزمة هذه تكون عبارة عن تطوير أمني أو تطوير إداري، وهذا شيء مهم راح نشتغل عليه في المادة الجاية. اسمعوا يا شباب، لما تتركبون انتم لينكس إن شاء الله بكرة، اللي فيكم ركبها أمس واللي ركبوا واللي بيركبونها بكره، لما تجي تشتغلون بعد شوي راح تلاحظون ان في بعض الاوامر عباره عن حزم. هذه الحزم تحتاج انك تسوي لها انستول، ما تجي باي ديفولت.
ما تجي بينما مو معنى انك تركب لينكس في كمبيوترك معناها ان كل نفس انواع الخطوط. ايوه بس مو على مستوى خصوصا على مستوى اوامر وعلى مستوى اللي هو خدمات موجوده. انت لو تركب الليس يركب لك الليس العادي، لكن كل ما حبيت مثلا تبغى تشتغل على الفاير وول في حزمه خاصه بالفاير وول نزلها يسوي لك فاير وول دي ان اس في حزمه خاصه، يعني ركبتها باثناء السيت الاصلي او بعدين لو حبيت تضيفها تقدر انك تسويها انستول تركب معك الموضوع فيه. Okay. Every Linux system needs to add, remove, and update software. In the past, this meant downloading the source code, setting up, compiling, and writing files into each system that require updating. Thankfully, modern distribution use packages, which are compressed file and bundle up application and its dependents. Or require file gently specified the installation might the installation by making the right directories copying the proper files into them and creating such needed as some links. Okay, if you're gonna say something a package manager take care keeping track which file belong to which package and even downloading updating from represent. اوكي الديبل برضو عندهم باكج كيف نزل هذا الموجود عندهم. اوكي هذا الار ام بي تبع ريد هات. ريد هات يسمون الباكج ار ام بيز. اوكي وبرضو حتى هي قاعد يقول ان هذا النظام الثاني برضو عنده ار ام بيز خاصه يتكلم عن اداه التطوير والسكيورتي الموجودة باسورد إيشيوز. أوكي بروتكت يور سيلف شلون تسوي بروتكت باسورد حق الأنظمة الموجودة عندك برايفت تولز. أوكي ذا كلاود. أوكي ولينكس إن ذا كلاود. حلو شفتر 3 برضو يعطينا فكرة على أنظمة اللينكس. اللينكس يجي على شكل سيرفر ويجي على شكل ديسكتوب وفي عندنا مجموعه ابلكيشن هي نهايه الامتحان نشوف شابتر 4 ايش شابتر 4 يتكلم على اللايسنس وهنا يتكلم على الكوماند لاين سكريبت. خلينا نشوف الكوماند لاين سكريبت. شابتر 4 يتكلم على اللايسنس موضوع اللايسنس. اللايسنس في لينكس عشان ما في لايسنس في لينكس. اللينكس ما عنده رخصة كسوفتوير لحالة، لكن احنا في عندنا ابلكيشن تشتغل على لينكس. بعض الابلكيشن اللي تشتغل على لينكس محتاجة لايسنس. الأصحاب اللي سووها الناس اللي سووا هذه الابلكيشن يطلبوا عليها رخصة لأن يبيعون. مو معنى أن لينكس فري معناها أن أي ابلكيشن عليه برضه راح يكون فري. في ناس قاعدة تبيع داخل لينكس. أنت مثلا تبغى تركب سيستم علشان الايديتور مثل الاوفيس والشغلات هذه في اشياء مجانيه وفي اشياء عليها فلوس. هنا قاعد يتكلم على الكوماند لاين سكيلز وهذا الموضوع هو السي ال اي هذا اللي موجود ككومنت بين المادتين موضوع اللي هو الكتابه على الاوامر كتابه الاوامر في اللينكس. هنا قاعد يتكلم على اي هذا الشيء جميل ويتكلم عليه ما يتكلم على شيء يسمونه إلسن. شو الإلسن؟ صار راح ننسى إحنا موجودنا في المقطع اللي إحنا فيها. لما يصير عندك كوماند لاين أنت تستخدمه فيها. تقدر تسوي للكوماند لاين هذا اختصار. بدل ما تكتبه كله تسوي له مترادف. وهذا المترادف يكون قصير تستخدمه أنت لما تكتب الأمر. كلا مثلا كنت تستخدم كثير امر اللي هو ls مثلا minus la هذا تستخدمه انت واجد. انت تقول انا ما قلت كل مره ls minus a تقدر تسوي ls انزين وتقول ls مثلا ls هو نفس ls minus الله يتصور كذا يتمونه
نتأكد الأمر مو بذلك، ولكن هذه كلمة أرسل تستخدم لي إني أنا أسوي مترادفة بالأمر اللي أنا أبغى أسويه. أوكي، نحن لو قلنا مثلاً مان أرسل المهم انا راح اجيب السبرينج حق بعدين تقدر تسوي اختصارات انت تالفها خاصه فيك بعدين تتعلم طريقه كيف اسوي. اقدر اسوي اختصار عندي، اقدر اسوي اختصار عندي لامر انا استخدمه كثير، فبدل ما اكتبه كل مره كلها اقدر استخدم الاختصار ويكون الموضوع اسهل لي في عمليه الكتابه. فبرضه في سكريبتين، شلون في وش معنى سكريبت؟ سكريبت نص يعني. السكريبت انا اسوي لي كوماند يكون عباره عن باتش، زين اسوي له ران بشكل متواصل او بشكل دائم او بشكل يعني ران وان تايم. هو السكريبت عباره عن مجموعه مرات. اوكي، شوفوا الشابتر هذا يا شباب، ابتدي الشابتر هذا في اول صفحه فيه الامر الرئيسي اللي هو الاسم. اوكي، هذا الامر تكلمت عليه انا ارض المكتبه يعني. اللي هو استعراض الملفات الاس، هذا استعراض الملفات الموجوده عندك. هذا اول امر موجود في المنهج حقكم. وطبعا ترى المعلوميه اللينكس كيسز يعني الله اسمه ساعني ترتب أني ترى خطأ الأدرس، ما عندنا شيء اسمه أدرس شوفوا هنا، لكن كتبت الله اسم إنزين بالطريقة هذه يعطيك الجواب. أوكي، فالله اسم بالكمبيوتر غير الله اسم بالصمود، هذا الأمر تحتاجونه أنتم في المادة هذه. فالله اسم هذا أول أمر حطه معانا اللي هو لس، اختصار لس لاستعراض ملفات. اوكي، شو عندنا امر ثاني؟ طبعا يا شباب من الاشياء الجميله انا ابغى اسوي رأس، لكن ما ابغى اسوي رأس لكل الدايركتوري اللي عندي، فاقدر اختار دايركتوري معين عشان يستعرض لي وش الموجود داخله بدون ما ادخل فيه انا. اوكي، فاقدر اسوي مثلا احنا عندنا هنا مثلا لما استعرضنا الدايركتوريز قبل شوي شفنا ان في عندنا دايركتوري اسمه فيديوز، فانا اقدر اسوي الاس مسافه اسوي باك سلاش الظهر هذا واكتب فيديوز لا ثاني واكتب فيديوز الفي كابيتال اوكي طيب خلينا نشوف بدون في كابيتال والظاهر لازم نحط ممكن نسجل في ملفات صح زين خلينا نشوف نجرب الميوزك كابيتال لحظة
المجلد اسمه ميوزك مش اول شيء، في قبلها هنا مجلدات ثانيه زين، في قبلها مجلد احنا لازم تكتب المسار كله يعني المسار كله عشان توصل او تصير داخله انت عشان تبحث فيه. هذا المسار مو بادي من ميوزك، في ميوزك هذا قبله مسار اوكي لازم تتبع اول المسار عشان توصل له. اتصور هذول الشباب الموجودين عندنا مجلد في الاي تي سي اللي مصعب العالم في الهوم استاذ العارفون. خلنا نجرب سي دي هوم نسوي بس من الهوم. لا مش الهوم. اوكي نسوي اتوقع في الاي تي سي انا يمكن الاي تي سي صحيح. طيب بس لا مش طيب في عندنا يوزر هنا اليوم موجود. اوكي لو رحنا على سويتش يوزر سويتش يوزر اليوزر اللي كان موجود من ساعة اسمه سيستم ادمن. سيستم ادمن اوكي هذا سيستم ادمن خلص. لو شيء كان الابيض اوكي احنا خلينا نجرب المثال اللي موجود عندنا هنا. شوف هنا حاط مثال انك تسوي ls على مجلد اللي هو ATC داخل الاي بي. خلينا نجربها. طبعا في عندنا امر اسمه كلير شو يسوي كلير؟ يمسح صح ينظف لك الجو عشان تشتغل بشكل أكبر كويس. ls atc بعدين bb اوكي جربنا نجرب في المجال الاخر بس احنا حنلاقي بس ما شفناه. اوكي بعدين ندورهم كيف نوصل للمجال. اوكي فانا اقدر استعرض المجال حتى لو كنت انا ماني داخله، لو كنت برا اقدر اجيبه. اوكي ايش عندنا بعد؟ هذا أمر احنا جربناه قبل شوي. هنا قاعد يتكلم على ls minus l. هذا يتكلم عن شنو؟ يتكلم عن option. أنا لو حبيت إني أستخدم option زين فنيجي ls minus a. إيش معنى minus a؟ يعني الكل. a معناها الألفابت. إيه صح. زين طلع لي إياهم شوف أنا. دي بيكيومن داونلود ميوزك بيكشرز بابليك بلديهم بال
بالترتيب بالترتيب الابجدي ماينس ال يطلع لك اياهم بالتفاصيل بالتفاصيل كلام اوكي ماينس ال اي زين يسويهم لون والفابت لون ثلاث لون اللهم الفابت بس زين عندنا ماينس ال تي وش ماينس ال تي التي برضو بالتايم طلع لك يوم حسب التاريخ مرتبين حسب التاريخ تاريخ ال تاريخ الكرييشن اوكي ففي عندنا مجموعه اوبشنز هذا المنهج هنا قاعد يتكلم على الاوبشنز ومزايا استخدامها في نظام اللينكس هذا الشابتر اسمه اوبشنز اسمه اوبشنز يتكلم انك انت لما تستخدم الامر تستخدم شنو قاعد يستعرض اشياء ثانيه في ماينس ار ماينس ار اوبشن لو اخترت الاوبشنز الموجوده اتصور باي باي اوكي شوف انا حسويت مان حق ال اس هنا قاعد يبين لي الاوبشنز الموجوده في ال اس زين هنا شوف في عندنا اي شوف في عندنا اي وفي اي كابيتال صار ما هي من هو المان اي اللي هي اللي هي زين فهنا طلع لي كل الاشياء اللي بتستخدمها شوف ال كل الأوامر M S U وفي كابيتال وفي سمول بالنسبة لهذه الأوامر. شوف هنا في الصفحة هذه قاعد يستعرض معاك الأوبشنز الموجودة في الأرس أو ككل واحد منها نحتاجه. طبعاً يا شباب أكثر الكتب اللي تتكلم على اللينكس تحاول تضم نقاط الأرس. ليش؟ الأرس إيش ميزته؟ أمر استعراضي. مش امر تنفيذي يستعرض لي الملفات اللي انا قاعد اشتغل عليها اوكي فهذا الشيء كويس عشان احنا نتعلم بدون ما نخرب اي شيء من المنهج انا قصدي مش تعبانين دايما دوام دايركت تكنيكس واجد تعبانين شنو انتوا عن كذا لما تصعبوني انتوا صارت حالتكم السيئه تدرون ان اليوم هذا اول يوم عندي أول يوم أدوم من اليوم. إحنا كل يوم. وضعكم سيء. جدا. أوكي. إنزين. في عندنا شيء جميل إحنا نستخدمه المدرسين واجد. إحنا المدرسين نستخدمه واجد اللي هو الهيستوري. هيستوري هذا الأمر كويس طلعني أنت وإيش؟ سويت. سويت من أوامر. سويت من أوامر وهذا الشيء ساعدني أنا كثير إني أراجع. وراك إن أنت سويت العملية هذه أو لا. بالنسبة لي أنا لما كنت أمتحن عملي ما كنت أخلي الموضوع على الهيستوري، أحاول إن الطالب يسوي شيء يكون ملموس، أدروه ملموس حتى بس الهيستوري أحتاجه في إني أرجع أشيك هو وش كتب. طبعاً الهيستوري هو أمر مباشر اسمه هيستوري. تكتبه أنت دايركتلي اسمه هيستوري يطلع لك أنت وش الأوامر اللي كتبتها قبل هذا الوقت. وايد وسوينا كلير اذا طلع هذا الرساله البيضاء استاذ 2 نقاط طبعا يا شباب في شيء جميل في عالم اللينكس التاب يكمل لك الاوامر اوكي مثل الموجود في الباكج تريسر يعني الحين هيستوري ما ادري اكتبها كلها بس اتش اي اضغط على تاب وتملي هيستوري بس الامر راح يكمل لك اياه وهذا الشيء راح يسهل عليكم عملية الشغل مع ال شلون استاذ نسوي؟ اتش اي ومكتب وحط تاب يكتب لك هيستوري كارد اكتشاف الاوامر كل الاشياء متى عندك اياها لو حطيت اتش مش راح يكمل لو حطيت اتش وكتبت تاب يطلع لي كل الاوامر اللي بدايتهم اتش برضه حلو انا كتبت اتش بس في السبلينج يعني يساعدك هذا شيء ممتاز جدا هذا ممتاز جدا في انك تتعرف اتش بعد انتاب استاذ بس انت تكون بكارثه بيئيه اتش لو سويت اتش تاب تطلع لك كل الاوامر اللي جايه من الاتش سنه من السنين في واحد من الطلاب قال ما عندنا في عندنا تاب يطلع الاوامر اصبح ليش نحن نطالع
نجي ونحط تاب يمشي الحروف انزين جاء ويحط تاب في باكيت ريس حط معناته استفهام استفهام ضرك الاول طيب اذا انت ما في راسك شيء ما تقدر تمشي ما في غير استفهام الاستفهام يفيد اللي في راسه شيء لكنه نسى شيء اوكي اما انك تجيني نظيف وتقول لي الاستفهام تعال ساعدني هذا كلام مو صحيح هذا الهيستوري نفترض ان هيستوري اسمك هذا صعب عليك كتبت اتش زي ما يلي كل اوامر من بدايتها اتش انت تشوف صاحبك فين هو هذا هيستوري هذا موجود هنا تقدر تكتب له اتش اي لانه ما في عندنا امر ثاني في اتش اي نكتب اي نكتب لنا كل الاوامر اللي استخدمناها احنا في هذا السيشن وهذا احنا انا يفيدني كمدرس اني اصحح انتو وايش كتبتوا وشيك كتبت الامر هذا فعلا او لا يبين معاه بس انا لما امتحن الطلاب على الامتحانات العمليه ما اكتب شيء واستنى الهستوري اكتب شيء وانا بيصير في نظر ملموسه اقدر اوصل لها اللي بيسووها بعدين اوكي ايش عندنا بعد؟ طبعا هذا كله استعراض جميل انا انصحه بشده اي واحد ناوي يتعلم معانا انه يمشي مع لينكس حبه حبه وانا ارى ان اللي هو هذا النت لاب غفزه نوعيه بيسهل موضوع التدريب على لينكس بس بسكر الموضوع احنا ما سوينا هذا السكشن فكنا كنا نعاني مع الطلاب في موضوع تنصيب اللينكس كنا في معمل المعمل هذا يدرسون فيه طلاب يدرسون فيرتشوال ويندوز سيرفر فكانوا يفتحون فيرتشوال بوكس وكانوا يفتحون فيرتشوال بوكس شافوا لينكس سيرفر اللي مغفول ايوه هذا الارتفاع الصحيح سوينا بزحمه ممكن بهدلونا كل يوم نجي نشوف احنا نسوي مشكله ايش معناها لما تنحذف معناها محاضرة جديدة. بقى إحنا كل محاضرة قاعد نسوي إنستليشن حق البيت. وكل يوم يحفظون. لا تشتكي هاي معنى الدراسة. علمنا طريقة لكن بعد ما ضاع وقت طويل بعد في محاربة المجرمين أصحاب الويندوز سيرفر. أوكي يعني. ففي عندنا حالة بعدنا علمت صار نواف بعد أستاذ عائلي إن شاء الله يساعدكم على أنه نحارب ذول الجماعة المخرجين. اوكي شلون تقدر تحفظ ملفك بحيث ان هذا ما يشوفه بحيث انه لو جاب عليك ما يحل في شيء. اوكي variables local variables شلون تسوي variables اللي هو المتغيرات. لو حبيت تسوي variables هي موجودة عندي الكلام. environment variables اوكي هذه اشياء عملية الباث variables command type internal command external command الاسس هذا اللي كنت بساعد عليكم عليها اللي هي عملية المترادفات انت لو عندك امر طويل تبغى تسوي له اختصار تقدر تستخدم هذا الاسس اتمنى تدخل الاس الاس او شيء الاس مثلا اضغط يساوي فطعم تحط شو اسمه علامة التنصيص تكتب الأمر بالكامل. لو حبيت تسوي إلسز مثلاً أنا دائماً أكتب LA minus LA مثلاً LS minus LA فبصير اختصار LR أجي أكتب إلسز LR يساوي أفتح علامة التنصيص أكتب LS minus LA اللي هو الأمر بالكامل. كذا الحين في المستقبل بس أكتب LR يطلع لي اياك اني كاتب ls minus la هذا الامر الحين صار له مرادف عندي اسمه ll موجود عندي انا انت لو تجي تشتغل على النسخه اللي عندك ما في شيء اسمه ll انا وفرت لي علشان انا اوفر على نفسي وقت فاجا اختصارات زي ويندوز في شيء زي كذا كيف تسوي اختصار معين كنترول سمثينج يؤدي الى فتح شيء معين في اشياء جاهزه في اشياء تقدر انت
طيب سويها خليها فصار عادية نتيجة معينة توفير له. لو أقول أودز بصل إيش؟ لو أقول أودز بصل مش هيعرف بصل. خلنا نجرب سؤال جميل. What is الله nothing ما عندي ما أعرف هذا الله بالدفتر. طيب كيف هشوف الاتصالات؟ أي حلو. في أمر يستعمل الاتصالات الموجودة عندك كلها نسيته بس هو في أمر تكتب يقول له طلع لي مسج زميل اللي كل الاتصالات موجودة عندك وإيش تبغى أنت تضيف عليهم تسوي؟ ما هو القص أنا استخدمت الأمر بس الحين ما قاعد أتذكر بس في أمر يعرض لك الرسز اللي عندك كلها. أنا شو بنفترض الرسز أي هذا بس تكتب الرسز بس. بس تكتب الرسز بس وطلع لك إيش؟ تقدر بنحاف. أي في أمر برضه حق حذف اتصالات. إنزين في أمر حق حذف اتصالات تقدر تحذف. طبعا أنت لو تسوي حذف على الرسز بيعطيك الامر لو بغيت تعمل اتصال انت موجود في طريقه جميله ان شاء الله. حلو الكلام؟ اوكي خلينا نكمل هذا الشابتر سريعا. تسوي فانكشنز. فانكشن هذا حاجه كبروجرامينج. انزين وتسوي كوتيشن. ايش معنى كوتيشن؟ تسوي دبل كوتس. اوكي هنا قاعد يستعرض معانا ابرز الاوامر باك سلاش كاركتر يعني هذا كله كنترول ستيتمنت. هذا سمي كولون اللي هو استخدام السمي كولون اللي هي فاصل مفصل مربوطه يساعد بانك انت تطلع مجموعه من الاوامر مع بعض. ايش قاعد يقول؟ في عندنا ابرز كالندر فقاعد يقول عطني كالندر مال شهر 1 2030 سمي كولون كالندر شهر 2 2030 وسمي كولون كالندر شهر 3 2030. فكانك انت تسوي بالسمي كولون مجموعه من الاوامر من خلال امر واحد. خلينا نجرب. اوكي كالندر كالندر يكتبون كالندر كان مثلا شهر 21 اوكي طلع لي كالندر مال شهر 21. لو حبيت اني احط شهر ثاني معه احط سمي كولون واكتب كالندر شهر 25. تكتبه مره ثانيه كالندر فطلع لي الحين شهرين شهر 21 مع شهر 25. زين ابغى اجرب شيء جديد. أبغى كالندر مال 2020 مع ال اس ماينس ال اي اشوف يمكن كذا قلت له عطني الكالندر مال شهر 1 2020 ومعه سوي لي ال اس اللي هو استعرض من الملفات. فعلا اعطاني الكالندر والملفات والملفات هذا هنا الكالندر هذا الملفات من باستخدام السمي سيمي كولر اللي هي الفاصلة من هو شيء جميل يعني حلو إنك تعرف إمكانيات السيستم اللي قاعد تشتغل عليه. في عندنا دبل بيرست وفي عندنا دبل باي اللي هي هذه شو تسوي دبل باي هذا معناها أور إنزين يعني نسوي كذا وإلا الشيء الثاني. فهذه عبارة عن شابتر 5 يتكلم على أبرز المهارات الموجودة في الكوميدا. أوكي أنا أضافة بحالكم سوف أختصر هذه المحاضرة. أنا شفتكم يعني يكسر الخاطر مضركم جدا سيء. أنا استلت نفسيا صراحة حسكم قمور أستاذ. أي تعرف يعني أنا اليوم طويل عندي طرف اليوم هذا عندي من أسوأ الأيام. أنا الصبح داوم كله والعصر معاكم محاضرتين. أنا مو في عندي يوم في هذا السمستر أقوم هذا اليوم. أنت رحت للصبح ف أنتوا موضوعكم الثاني بس الله يكون في عونكم في عون.
إبراهيم البريك باسل المطلع بدر الشهري بويت الخالدي حبيب المرعي حسين البخاري حبيب بن عبد الحبيب حمد الثواب فين حمد؟ في أكثر من ثواب صح؟ مو أنتوا عائلة واحدة في أكثر من ثواب أنت مو من ثواب الحسن إلا من ثواب الحسن حسن أي مكان؟ العيون إيش؟ العيون العيون إيه بس في ثواب ثاني في إيه في المبرز وفي خالد الشعلان ونعم خالد الشعلان موجود والله السالفه اللي طلع هنا السالفه موجود تمام اوكي راشد عبد الرحمن الصانع عبد الرحمن الغوينب عبد العزيز الطيري عبد العزيز الحبك عبد العزيز الدوسري عبد الله الصالح سويد عبد الله عبد الله الرحمن قلنا عبد الله الصوية عبد الله السالم حاضر عبد الله الكالوف الكالوف عبد الله الصبور عبد الله الفيفي عبد الله الجلاب الجلاب عبد الله المسيح الصبي عبد الملك العقيل فارح الدوسري مبارك المبارك محمد السليم محمد البنيفر محمد الشهري اللي حضرت من الله محمد آل حارث نايف السبيعي نايف السنهي هشام العين اوكي والله جزاك الله خير وضعكم سريع لا والله بس خمسة بس ما عندكم من الصبح